هفكركم ببعض بس الحاجات عشان نادي الزمالك لعب امبارح وعنده ماتش يوم الاثنين هيسافر بكره اسكندريه ويروح يلعب يوم الاثنين ماخدش خدش راحه راح اتدرب راح النهارده مش هيلحق اصلا يعمل استشفاء للاعبته للاعبته عند النادي الاهلي عشان خاطر رابطه الانديه وقبلها اتحاد الكوره اللي بقول لهم شكرا على اللي انتم عملتوه برافو عليكم والله العظيم ما قصرتوا خلاص الزمالك اتمنع من قيد لعبته بس هيتأيدوا وانتوا عارفين ان هم هيتأيدوا بدليل طب ردوا على الجواب رد على نادي الزمالك لو انت كده يعني انت ذكر وموقفك سليم وعندك لوايح وعندك قوانين طب ما ترد على نادي الزمالك طب ما تحرك الجواب للاتحاد الدولي اللي فيفا احنا بنتكلم في كوره انا عايز حقي بالكوره وده الاتحاد الام حرك الجواب قول اطلع ببيان قول لي ايه الغلطه اللي نادي الزمالك عملها عشان تحرمني من ثلاث لعيبه نادي الوحيد في الكون اللي ما ايدش لعيبه في الفتره الشتويه ليه عشان ايه عشان يتحرم منهم في افريقيا عشان مصر وممثل مصر يخسر في افريقيا طب اهو خسر اتبسطتوا مبسوطين كده انتوا انتوا انتو مرتاحين قدام ربنا وقدام ضميركم مرتاحين ليه الكيل بميكيالين عمر ما هيبقى في عدل، عمرنا ما هنتقدم، وعمرنا ما هننجح، وعمرنا ما هنروح كاس العالم ونعمل أداء مشرف زي المغرب وزي السعودية وزي تونس، مش هيحصل. طول ما أنتوا بتديروا بالأمور دي وطول ما الغير مسؤول هو المسؤول، طول ما احنا هنفضل كده. محلك سر للأسف. نادي الزمالك الأسبوع اللي فات لما النادي الأهلي عشان برضه حبايبنا الكيوت. حبايبنا الكيوت اللي مزودينها شوية على السوشيال ميديا. الرموز واللعيبه والاعلاميين والنجوم اللي عايز التيشيرت لو الاهلي كسب واللي عايز يرقص لو الاهلي كسب واللي عايزه اللي عايز يا باشا براحتك بس انا ما شفتش واحد قال كلمه للزمالك زي ما كلكم قلتوا كده للاهلي ما شفتش حد من رموز الاهلي قال لك ان الزمالك لو ان الزمالك لو كسب هعمل كذا ان نتمنى فوز الزمالك اللهم الا كابتن سيف زاهر يعني في مقدمه بتاعته يعني اتكلم كويس عن نادي الزمالك وعن مستر فيريرا وعن اللعيبه واتمنى لهم الفوز. والراجل معروف بانتمائه للنادي الاهلي بس قال كلمه حق ووقف مع نادي الزمالك. مفيش لو عندكم حد تاني عمل كده زي الكيوت بتوعنا عمله قولوا لي. ابعتوا لي وانا هطلع اقول لا جنب كابتن سيف فلان الفلاني عمل كذا. قال انا هلبس تيشيرت الزمالك لو الزمالك كسب ان شاء الله شباب بلوزداد. ده مصر والله من الزمالك يعني الامور دي احنا بنتكلم على مصر بنتكلم على مصر لما الزمالك يطلب يتاجل له مباراه رابطه الانديه ترفض طب يا فندم ده عنده يومين اتنين وبعدين مسافر يوم الاربع هيلعب في دوله تانية هيروح ليبيا فما عندوش وقت لا يلعب ويسافر اسكندريه من القاهره ليه عشان يداس عليه والله العظيم ما لها حل تاني وما لها مبرر عندهم تاني عشان يداس عليه وللاسف احنا للاسف في بعض الاحيان بنساعدهم على ده لكن احنا بقى شخص احنا بقى هنا دورنا هنا مش هنسمح بده وعارف ان مستشار مرتضى منصور مش هيسمح بده هفكركم وتعالوا نشوف الاهلي بقى لما كان بيطلب بياجل او يلعب في افريقيا كان بيحصل له ايه وبيتطبطب عليه ازاي وبيتاخد بايده ازاي واللي هو عايزه اوامر وانا مش ضد ده على فكره انا عايز بس ابقى زيه انا مش ضده عشان بس اللي هيصطاد في العكره انا انا مش ضد ده انا باشا انت خدت تسعة ايام انا حقي ان انا اخد تسعة ايام مش عندك شفافيه وعندك مبدا تكافؤ فرص اديني تسعة ايام وادي فيوتشر تسعة ايام وادي بيراميدز تسعة ايام ولا هو ممثل مصر واحنا ممثلين مثلا دوله ثانيه لا احنا فندم ممثلين مصر واحنا اللي بنرفع علم مصر واسم مصر عاليا خفاقا في افريقيا بالذات والقرن الماضي احنا اللي جايبين بطولات اكتر وهو اللي جايب بطولات اكتر في افريقيا بره واخد بطولات اقل في بلده جوه معادله برضو اللي يلاقي لها حل يبقى يقول لي عليها الاهلي لعب يوم 26 1 20 21 في الدوري مع بيراميدز 26 1 مع بيراميدز بعدها لعب يوم 4 2 مع الدحيل في كاس العالم للانديه في قطر الراحه كانت كام يوم يا فندم 9 ايام 9 ايام ونادي الزمالك يومين ويداس عليه ويروح اسكندريه الاهلي لعب يوم 28 5 20 21 كاس السوبر الافريقي مع نهضه بركان وبعدها يوم 19 6 20 21 برضو لعب مع الترجي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا في تونس بعد 22 يوم بعد 22 يوم عشان لازم ناخد بايده ولازم يكسب ولازم يلعب ولازم يرتاح ولازم اللعيبه كمان ممكن تاخد في ال 22 يوم تاخد اسبوع مصيف عادي مفيش مشكله. الفتره دي كان فيها توقف دولي ومنتخب مصر ما لعبش اي مباراه طبعا انتوا فاكرين التاريخ التاريخ الاسود ده عشان الاهلي يقدر يلعب ويقدر يرتاح قبل مباراه الترجي. لكن المنتخب لا. لا المنتخب يطلع تصنيف تاني ونروح نصطدم بالسنغال ونطلع من كاس العالم وال110 مليون يزعلوا مش مهم. اهم حاجه ان الاهلي خد 22 يوم وارتاح لعيبته وراح لعب الترجي الاهلي لعب يوم 9 4 9 ابريل 2022 مع المصري في الدوري وبعدها يوم 16 4 نفس السنه مع الرجاء البيضاوي في ربع نهائي دوري الابطال بعد سبع ايام حرام المفروض دي يا 9 كانت بتبقى 10 11 يوم مش عارف عملوها 7 ازاي الرجاء بقى اللي لعب قدام الاهلي لعب يوم 11/4 مع ماني مع بني ملال في كاس العرش بعد مباراه الاهلي والمصري وسافر للقاهره ليه عشان هو هناك عنده جدول بيتطبق على الكل عشان عنده شفافيه وعنده عدل احنا هنا الجدول والشفافيه والعدل على الزمالك وعلى بيراميدز وعلى فيوتشر بس الاهلي لعب يوم 21/5 2022 مع امبي في الدوري وبعدها يوم 30 خمسة مع الوداد البيضاوي في نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب بعد تسعة ايام تسعة ايام يعني يوم ما الاهلي يا عيني اتظلم خد سبعة ايام بس لكن الزمالك لا في الوقت بقى للاتحاد الدولي اللي عمل مواضيع الراحه دي عمل الكلام ده كله قال لك يعني ماكسيموم ما اربع ايام للعيبه الدوليه ان هي تتعمل انا فاكر الموسم الشهير طبعا اللي الاهلي قعد دور كامل ما بيلعبش وكان وصل برضه بالمناسبه للمركز الخامس والسادس عادي جدا اعتقد 2019 او 2018 أو 2019 ورجع قاموا قاعدين شله في اتحاد الكوره جماعه الموقرين الساده المحترمين تعالى يا فندم انت عندك الدور الاولي كله مؤجل تمام عندك الدور الثاني تحب تاكل ايه النهارده؟ اه والله قالوا لهم كده تحب تلاعب مين يا فندم؟ تحب تبدا بمين يا فندم؟ قال لهم احب مثلا اكل سكلوب بانيه دلوقتي وبعد كده احلي بعصير وبعد كده اكل بقى المحشي في الاخر. هو والله العظيم حصل والانديه اللي اختارها لعب بيها والترتيب اللي اختاره هو اللي لعب بيه عشان يرجع وعشان يحتفل وعشان ياخد بطوله على حسابك انت وعشان يدوس عليك انت.